الو الو ايوه ايه مساء الخير. مساء النور، ازيك؟ ازيك يا اسامه؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيكي. ماي. ماي كام سنه؟ 42. مرتبطه؟ متجوزه. عندك اولاد؟ معايا اربعه. ربنا يخليهم لك يا رب. متجوزه عن حب ولا جواز تقليدي؟ لا عن حب. بقالك قد ايه متجوزه؟ بقالي 17 سنه. طيب النهارده بنتكلم عن اشكال الاهتمام. هل بيهتم بيكي؟ في حالات. في حالات. بس في العام، بالنسبه للعام هنقول ان لا مش بيهتم. طيب ايه نوع الاهتمام اللي انت شايفاه ان انت مفتقداه منه يعني؟ لا كل حاجه. هو انا كنت اتكلمت معاك من حوالي 18 سنه. ياه. في رايك في كنت لسه طبعا مرتبطه بيه. وكنت ما بينها هتخطب، لا كان محيرني شويه. وانا كنت صغيره مش قادره افهم الشخصيه وكنت حبيته يعني. اتخطبنا واتجوزنا وخلفنا تقريبا من اول اسبوع. بدات الاقي فيه مشاكل. يعني بيشرب دي حاجه يعني ما كنتش متخيلها. بيشرب مثلا، بيشرب يعني خمور ولا بيشرب سجاير؟ بيدخن يعني؟ لا. ولا بيشرب في ماده مخدره جوه السيجاره؟ فطبعا انا يعني بدات اعترض، بدات اقول لا، بدات تبقى مشكله عندي. بدات الاقي منه عنف شويه، بدات الاقي شخصيه غريبه. اللي هو انا بحبك وكل حاجه تبقى حلوه، وما بين اللحظة والتانية الترابيزة تتقلب في وشي. يعني شخصية غريبة. هو جوزائي؟ حبيب. ايه؟ جوزائي؟ إيه لا هو يعني لا هو ده. بس إيه يعني انا اكتشفت ان هو في الاخر بعد تعمق يعني للاسف اخيرا اكتشفت ان هي شخصية نرجسية. اكيد حضرتك عارفها. انا كل السنين دي مش عارف. ولا يمكن عشان انت اعترضتي على انه بيشرب وبدات تضايقيه فبدا لا يعني انا اعترضت لما بقى في ولاد، لا ده سبب مشكله عندنا، لا ده حرام، لا يعني ده كان سبب اعتراضي. بس الاول وفي الاخر مش بعملها مشكله. في ناس على فكره مش معتقدين تماما ده حرام. لا هو حرام يعني. ايوه انا معاكي، انا معاكي، انما بقول لك في ناس، لان انا ليا اصدقاء كتير اليوم اراء مختلفه، يقول لك ده مش مذكور. هو لا هو نفس الاراء، هو بيقول لي ربنا يهديه. يعني ساعات يقول لي ايه دلوقتي يعني مؤخرا بيقول لي ما هو سببك يعني انا بهرب منه. طب من اول اسبوع بتهرب مني؟ من اول اسبوع انا حاولت طول السنين يعني حتى يعني كتير قوي، بس ما توصلتش ان انا اوقف الموضوع ده. وانا وقفه شويه ورجع له تاني. بس انا شايفه برضو ان ده سبب يعني انا في اعتقادي انا او عن طريق سمعي الدكاتره ان ده سبب. دي حاجه. تاني حاجه بقى مشاكلي كانت دايما يعني انا ما عنديش غير والدتي واخويا، واخويا عايش بره مصر. دايما معتقد اني انا بحبهم اكتر منه، مهتم بيهم. مش لحد ما والدتي توفت خالص من شهور بسيطه. اللحظه اللي توفت فيها دخل معايا في مشاكل جامده كتير. يعني احنا تقريبا ما بنعديش مثلا ثلاث اربع شهور. ده المفروض بعد وفاه والدك يحتويكي اكتر يعني. لا هو وقف وشي اول واحد يعني. هو وقف معايا تقريبا اول يوم بس. وتاني يوم بقى بدا يبص في ايه وعندها ايه وعايز ياخد ايه وعايز يعني حاجات كده. مش وقته كان الكلام ده، ولا انا كنت مودي ان حد يكلمني في حاجه زي كده اصلا. كل شويه انت بتحبي اهلك، طب فين اهلي دول؟ انت بتحبي مش عارف ايه، انت بتفضليهم عني، انت عامله لي مشاكل. ننام بالليل كويسين، نصحى الصبح على اي مشكله. اي مشكله مفتعله بدون اي مشكله. انتوا بقالكم قد ايه متجوزين؟ 17 سنه. ما بيعديش تقريبا رمضان علينا غير وانا كنت الاول بقابل عنف. كنت الاول بقابل اني انا جبت لك، اول ما يتخانق معايا انا جبت لك كذا، انا عايزه ياخده مني، ذهبي لبسي اي حاجه. وصلني لمرحله ان انا بقيت مش عايزه منه حاجه، بقيت استغنى باللي والدتي تجيبه لي، اخويا يجيبه لي، ومش عايزه منك حاجه. ده غصب عني مش بارادتي.
طبعا بقيت تضايقه، هو حاسس ان انا او عايز يبقى هو المسيطر. ما انت انت وصلتي له حاله الاستغناء، ودي حاجه برضو تضايق اي راجل. ايه بس هو اللي وصلني ليها بطلباته اللي انا انا بقيت اخدها ان انت بتسلمني يعني ابسط حاجه، يلا بره، يلا هاتي مفتاح الشقه، يلا هاتي اللبس، يلا هاتي كده، هاتي اللبس كل حاجه. وياخد يعني ياخد اللبس يبيعه مثلا، ولا ياخد لبس فيه؟ لا انت ما تستهليش مني حاجه. يا سلام، هو اللي بيقوله لي. فبمجرد ان انا قلت طيب خلاص واروح بيت اهلي وخلاص وانا خلاص مش هرجع، لاني بضيع من ايديه، يرجع تاني الراجل الحنين الطيب اللي انا بحبك، انا ماليش غيرك انت حبيبتي. طيب عملت كده ليه؟ اتصرفت كده ليه؟ هل كنت مغيب مثلا؟ كنت تحت تاثير مخدر؟ ومفيش سبب للمشكله، ما عندناش مشكله. انا من النوع المطيعه جدا، ما بعترضش، ما بحبش النكد، ما بقولش غير حاضر ونعم وطيب على اللي عاجبني ولا مش عاجبني. فقبلت لحد خلاص اجيب اخري، اقول لا هننفصل، لا عايزه اتطلع، لا مش عايزه اكمل، يلف عليا ويعرف يرجعني تاني. نفس المشكله نرجع لها تاني بعد كام شهر. طول 17 سنه وانا تقريبا يعني نفس الوضع ده، لحد اخر مشكله بقى يعني طبعا بعد وفاه والدتي خلاص كنت فاضيه بقى، فقلت لا خلاص. فدلوقتي قلت خلاص، وقلت لا همشي. هو اللي مشي وساب البيت وساب الولاد، مسكني من ايدي وتوجعني شويه في المصاريف، في الحياه، في الولاد. طب هو مشي راح قعد فين؟ بيجهز بيت جديد. يعني عنده امكانيات انه يجهز بيت جديد؟ هو بيجهزه بقى له سنين على اساس ان هو البيت لينا يعني، بس هو بيعمل حاجه يعني اكس اكس لارج يعني. فهو طبعا بعد ما بيجهز البيت الجديد هيروح يعيش فيه لوحده. فراح دلوقتي يعيش فيه لوحده. وانتوا بقى لكم قد ايه مع بعض؟ بقى لنا 17 سنة. سوري، بقى لكم قد ايه؟ سوري، بقى له قد ايه سايب البيت؟ شهرين تقريبا. انت تصرفي، انت حدد لي مبلغ بسيط للاربع اولاد يعني انا مدار الاسبوع ما تكفيش، انت تكملي، انت تعملي انت، وانا خلاص مش عايزك. وانا حتى اخر حاجه خلاص وصل ان هو بيقول للاولاد انا هتجوز بقى خلاص. يبقى البيت الجديد اللي بيتجهز ده هيتجوز فيه؟ هي تعبتني وخلاص، وانا باخد رايكم وبعرفكم، بس انا هتجوز ومش هطلقها. يعني انا كل مشكله هو دايما يقول لي انت غلط، انت وحشه، يعني هو منتقد. هو وصلني فيا ان انا يعني قلتها له، انا كرهت نفسي بسببك، انا كرهت عيشتي بسببك، انا كرهت حياتي، كرهت كل حاجه. يعني انا ما بقاش ليا نفس الحاجه من كتر الانتقاد اللي بنام واضحه عليه. بمجرد ما بيفتح عينه ينتقد، بمجرد ما يدخل من باب الشقه ينتقد، ينتقد الولاد، ينتقد البيت، ينتقد الاكل، كل حاجه مش عاجباه. بالرغم من اي حد بره خارجي اللي بيشوفني، لا شايفني انا يعني 5 ستار، لا انت ست كويسه مش ناقصك اي حاجه. وهو المنتقد. ما بين بقى كده يعني كل كام. طب ايه اللي ورا كل ده؟ يعني ايه اللي يخليه يوصل لان هو ينتقدك في كل شيء، وانه يبقى عايز ينفر منك وعايز يروح يعيش لوحده او يتجوز واحده تانية؟ مش فاهمه. يعني هو ممكن يبقى قاعد بالليل يقول لي انت الحياه، وانت الدنيا، وانت امي واختي وحبيبتي وصاحبتي وكذا وكذا وكذا. هو مقتدر ماديا؟ كويس. يعني يقدر يتجوز تاني؟ ولو حد في دماغه هيتجوز، هيتجوز. يبقى معايا كده بالليل، والصبح الاقيه في حته تانية خالص. يعني الوضع دلوقتي بينكم ان انتوا كده، ما يعني هو سايب البيت ومنفصل عنك، وانت قاعده منتظره تعرفي ايه اللي هيحصل. طب لو ما طلقكيش هتعملي ايه؟ يعني هو اكيد هعمل خلع، هعمل طلاق للضرر. يعني انا اتضررت منه كتير، يعني انا قابلت منه اهانه وضرب وكل حاجه، شفت معاه كل حاجه وبرجع سامح. طب هو لو ما اتجوزش هتعملي خلع برضه؟ خلاص جوايا خلاص. يعني انت في كل الاحوال ناويه عايزه تنفصلي؟ ده قرار نهائي يعني؟ يعني وصل الحال بينا ان انا خلاص حد نزل من نظري، حد مش عارف يحتويني، حد مش عارف يفهمني، حد مش حاسس بقيمتي. بصي انا مش يعني انا ضد يعني ضد ال
ان البيوت تتهدم ضد الانفصال ضد الطلاق جدا. انا دايما مع ان احنا نحاول نجد طريقة نتناقش بيها ونوصل بيها مع بعض لحل. في وضع حضرتك انك توصلي مع الحل تتناقشي معاه يبقى هيبقى شكلك اللي بتتحايل عليه عشان يرجع. هي محتاجة تتعامل بطريقة ما يكون موقف تحطته فيه مع بعض وتبقى في حالة صلح مع بعض وحالة مصارحة بالأزمة جاية منين ومشاكلها ايه وحكايتها ايه وسببها ايه ونصلحها ازاي. قولي لو في عيوب انا يعني مهملة في حقك قولي مهملة في ايه وانا هحاول اصلح من نفسي وانت تصلح من نفسك ونقرب عشان عندنا اولاد وعندنا اسرة ما تتهدش. اسوأ حاجة ان انتوا تهدوا الاسرة على الاولاد، لان البيت مش بيتطرب على دماغكم ده بيتطرب على دماغ الولاد. الولاد فجأة بيشعروا ان هم تيتموا وابوهم على قيد الحياة او تيتموا وامهم على قيد الحياة. فيعني لو في فرصة ان احنا نصلح ده يعني ارجوكي ما تتهونيش فيها، ما تتنازليش بسرعة كده. خلي حكاية الطلاق الانفصال دي اخر خطوة ممكن تاخديها.